أنا بحب أكون أم. دخلت الـ SOS 33 سنة مش متجوزة، وكان طموحي إني يكون عندي أولاد. وأنا أول ما تعينت قالوا لي يعني أنت تركتي، كنت أشتغل أنا، تركت راتب عالي وجيت لراتب قليل، شو السبب؟ قلت لهم كلمة ماما، عملت عيلي من ولا إشي وأفتخر بهاي العيلة. ما بحياتي حسيت إنها ممكن هي موظفة، ما كنت أحس إنه في يوم إنه عن جد إحنا بجمعية، كنت أحس إني أنا بشبهها كتير، أحس إنه عن جد هي أمي، وكنت أشوف حالي فيها كتير. بناتي في المدرسة هن بناتي، بناتي اللي الله ما أكرمني إني خلفتهم. يعني كل يوم في السنة الأم بتعطي، لا يتوقف عطاء الأم، طول ما هي عايشة وبتتنفس عطائها متواصل. أنا توفى جوزي 14/6/91، سافر لبغداد، قتلوا مقتول قتل يعني في سيارته، كانوا ثمانية عندي في الدار، بالإضافة أمه كانت مشلولة عندي. الحمد لله ما قصرت معانا من أول حياتنا، كانت دائما هي السند لنا ولا زالت. بنتي زي القمر إجت، بتجنن كل إشي كامل فيها، علي زيها زي أي طفلة ثانية، عندهم التهاب شبكية صباغ، هذا ما إله علاج، يعني بفقدوا نظرهم كل ما بكبر شوي. مش هي المشكلة فيهم، المشكلة بالمجتمع، المجتمع هو المعيق، ولكن لما تكون الأم واعية ومدركة تتخطى الحواجز. فاضطريت إني أخذ أدرس اللغة البريل. أعطتنا من كل إشي من وقتها، حتى شغلها تركته يعني مبكر عشاننا، عشان يعني تكون معانا وتوقف جنبي. كانت ماما على طول تقولنا إنه أنتوا رح تضلوا لبعض، يعني رح تكبروا وتضلوا لبعض إخوان وخوات. بعد التقاعد ما تركتهم، استأجرت بيت كبير، في أسبوع مجبرين فيه يجوا علي، اللي هو كل أول شهر جمعتهم وضحكهم مع بعضهم تسوى الدنيا كلها. بناتي في المدرسة بحبهم، بحب أحكي لهم بحبكم كتير كتير كتير، أنتوا الشمعة المضيئة في حياتي، أنتوا نقطة، أنتوا بقرة الضوء في حياتي. طول عمري ماما هي مثلي الأعلى، تحملت كل ظروف الحياة وما كان في أي حدا يعني يسندها أو يساعدها. صعب صعب تقعي الحالة من دونه. أولادي حياتي، يعني أنا بالنسبة إلي أولادي هم كملوا لي حياتي، أعطوني معنى إلها. الله يناهم كويسين والحمد لله، ما بعتازوا ناس، وهذا أحسن إشي يعني الواحد عمله في هالدنيا، والحمد لله رب العالمين. ما حسسناهم لا في يتم ولا في قل، ولا يوم من الأيام قلت يوم ما معاه يعطيكم. بعنولي الحياة، بعنولي إني أستمر بهاي الحياة، بعنولي إن هم هدفي بهاي الدنيا. كل واحدة فيكم لها قصتها الخاصة وعلاقتها وإنجازها وعطاءها لأولادها، يعني أنتم كثير من مقدركم. بقول لكل الأمهات كل سنة وأنتوا الأغلى، وكل سنة وعيونكم تلمع فخر بولادكم. الله ما يضيع لكم تعب، وتشوفوا ولادكم منورين بيوتهم ومنورين الأردن، وكل سنة وانتوا سالمين وكل اللي بتحبوهم حواليكم.